اهلا بالفان تاع يوميات ماستر شيف. ملي قلت فان باسكو على بالي وليتو تحبونا، واليوم رانا جينا عندكم باش نوريو لكم في الحصه هذه الثانيه المخصصه لي صوص اي كونديمون، ان كونديمون اللي كل الجزائريين يحبوه، يحطوه في لابيتزا ويحطوه قريب في الطعام اللي هي المايونيز. باش ديروا دابور لا مايونيز دو باس تاعكم يلزم لكم صفار البيض، دونك انا ندير 5 صفار البيض. صفار البيض هو لا بروتيين اللي راح تعاون باش الزيت يشد روحه في الماء هكذايا، والماء اون جينيرال هو الخل، مي العفسه تاعنا هنا اللي هي راح نزيدوا الماء اكثر. اون بليس راح نستعملوا دو اسيد، راح نستعملوا الخل ونستعملوا جو دو سيترون. دونك عندي هنا واحد 200 غرام تاع ماء، ماشي اوبليجي نستعملهم كاع، نشوف لا تكستور تاع لا مايونيز تاعي باسكو كل صفار البيض كيفاش راح يتفاعل وكل موطارد كيفاش راح تفاعل. دونك جو دو سيترون عندي واحد 100 غرام هنايا، واحد 100 غرام، واحد 200 غرام تاع ماء نورمال. نستعمل خل تاعنا، خل تاع التمر، حاجه جزائريه اللي انا اكتشفتها هاد الخطره كي جيت، يعني قوه كبيره. زيت سونغو كيما نقولوا له هنا، زيت فيجيتال ليترا ابوبري. وعندنا لا موطارد اللي دارتها الشيف ياسمينة في الحصه اللي فاتت. اون بليس هنايا جبنا لكم شويه هريسه، عندك شويه ليزيبيس، عندك شويه طوماطيش، مام عندنا سيترون فير، ولا هادوما باش نورو لكم كيفاش تمدوا دوت ديريكسيون لا مايونيز ديالكم. نديرو 3 مغارف كبار تاع الموطارد اللي درناها في الدار. اون بليس نجيبو صفار البيض نديرو هنا، فوالا هكذا ناسيزونيو من دوكا. دونك عندنا شويه تاع الملح هنا، نديرو نبداو بشويه تاع الملح، تيت بانسي ليترا تاع مايونيز ولا ليترا ونص، مغرفه تاع قهوه تاع ملح تكفي نورمالمون، شويه تاع فلفل الكحل، ونحطوا شويه الفينيغر تاعنا غير قطره برك. وعلاش؟ باسكو الفينيغر هذايا اللي هو قطره تاع ماء اسيدولي اللي راح تعاون باش يترفد. واش نديروا دوكا؟ نبداو نطلعوا قبل البيض مع لا موطارد حتى نشوفوه ولا اوموجين، تما اللي نبداو نزيدوا الزيت. فوالا واحد 30 ثانية دقيقة بدات عينك ميزانك، هنا عينك ميزانك بدات الحالة تولي اوموجين. نحيو الغطاء هذا تاع الفوق ونبداو ننكوربوريو الزيت تاعنا غير بشوية. كيما شفتوا البلندر وحده تختار عليه لا مايونيز يبدا يتقال، الصوت تاعو يتبدل، الصوت تاعو يتبدل ويبدا يحبس لكم لا مايونيز تاعكم. هاي طالعه ديجا كيما تشوفوا صفرة من صفار البيض، هاي لا مايونيز تاعكم طالعه صفرة شويه من صفار البيض ومن لا موطار الثاني هكذا. وما نقدروش نزيدوا اكثر الزيت على بها بدات تزير. دوكا نبداو نزيدوا شويه تاع الفينيغر. اون بليس جو دو سيترون عنده حاجه مليحه، هو والماء يبيضوا يعطوك لا كولور هذيك البيضة تاع لا مايونيز. دونك نعاودوا نولوا فوالا. هاي ليك لا مايونيز واجده، ليترا كاع تاع مايونيز في زوج دقائق ولا ثلاثه البلندر تاعكم، حاجه سهله وتقدروا تعطوا لها البنه اللي حبيتوا. كيما راكم هكذا
تقدروا بار اكزومبل تزيدوا لها شويه هريسه تحطوها لداخل تغلقوا تخلطوا، تقدروا تقطعوا طوماطيش طيبوها ديروها فريشكا ديروها لداخل ديروا المايونيز حمراء بالطوماطيش، تقدروا ثاني تحكموا السيترون وترابيوه لداخل وديروا المايونيز سيتروني الا تستعملوها مع حاجه تاع حوت ولا تاع كروفات كيما حبيتوا. مي شيغ زامي هذه المايونيز تاع رابح روعه بنينه انا ذقتها، دونك ديروها في دياركم ونعطيوكم موعد في لا فينيغريت سبيسيال توجور تاع رابح.